إخراجه من دينه بعد تفسيقه. وهناك من يغرر بالشباب وينخر في عقولهم ويغسل أدمغتهم لترك الجهاد على الوالدين والأهل واستبداله بالجهاد في مناطق مضطربة لإحراق نفسه أو قتل أبرياء على أمل لقاء الحور العين. العالم الإسلامي تعمه فوضى عارمة، لكنه أكثرها خطراً ما يحدث من استمراء وتجاوز على الفتوى، ما يشكل خطراً وتهديداً لتماسك المجتمعات، ولا سيما أن بعض تلك الفتاوى تدخل في النيات وتشكك في السلوكيات والمعتقدات والقدوات، وتكفر مؤمنين موحدين صائمين قائمين. ما نراه اليوم أن الأمة بأكملها تمر بمرحلة حرجة تستلزم من العلماء والعقلاء القيام بواجباتهم تجاه لجم فتاوى التكفير التي بدأت تعود من خلال ما يسمى حلب الفتوى أو استنطاق الشيخ. حلب الفتاوى وتأويل المعاني رغبة في استعادة مبررات للعنف والإرهاب وترويع الآمنين. من الفتاوى الطريفة قبل فترة نشرته صحيفة الحياة على صدر صفحتها الأولى، طفل صغير يسأل مفتي المملكة العربية السعودية إذا كان لبس ساعة اليد حلال أم حرام، فعندما سأله المفتي خلال البرنامج قال بأن إمام المسجد يحرم لبس ساعة اليد. فوصلنا في الصحيفة إلى هذا الطفل، وعندما سئل هل إمام المسجد يلبس ساعة قال يلبس ساعة، فما بالك بشخص يلبس ساعة ويحرم الساعة على المنبر. فهنا الإشكالية في بعض الفتاوى التي لابد من التطرق إليها. لقد تسبب عدم وجود مرجعية واضحة لإصدار الفتاوى في كوارث ومصائب ضربت قلب الأمة في مقتل كانت في مقدمها سهولة تجنيد الشباب في صفوف جماعات إرهابية لسفك دماء الأبرياء. وبحسب علمي فإن المملكة العربية السعودية بدأت درس إصدار قانون يقضي على ظاهرة فوضى الفتاوى بعد تزايد أعداد من المتجرئين عليها، خشية الوصول إلى مرحلة تحريم الحلال وتحليل الحرام، ما ينذر بكارثة دينية اجتماعية. ونتمنى أن يصدر قريبا مسترشدا بميثاق الفتوى الذي صدر عن المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها الذي قيم في مكة المكرمة في يناير الماضي. فمن الأمثلة على ذلك قصة داعية. هذا الداعية كلما يتبوأ احد المنابر يذكر قصص أسطورية خرافية عجيبة، مرة في السجون ومرة في الشوارع ومرة مع النساء ومرة في مؤتمرات وندوات، حتى يسلط الضوء على نفسه. يعني من القصص العجيبة يقول بأنه دخل إلى أحد السجون ووجد سجين يتحدث 8 لغات، وهذا السجين يعني في قوته وعافيته ما يتجاوز محمد علي كلاي في فترة من الفترات. يقول بأن هذا المفتي بأنه لاحظ بأنه لو ركز على هذا السجين واهتدى هذا الرجل القوي لأصبح كل السجناء مهتدين بهدايته، وفعلا نجح في خطته. وأنا أعتقد أن هذه من الأمثلة التي دائما يستدل بها أما لشيء في نفس المفتي أو لكي يركز الاهتمام على نفسه، إلا أنه أصبح فيما بعد مثل ما يقول هذا المفتي داعية في كوريا. فيعني هذه من الأشياء اللي أحيانا لا تدخل العقل وأحيانا تدخل العقل من باب الضحك. أعتقد بأن الكرة في ملعب العلماء والمشايخ الثقات والمجاميع المعنية للجم المكفرين والمفسقين والمغالين في الفتوى قبل أن تستفحل أفكارهم لتطال المجتمع كله، بمعنى أنه لا بد من أن تصدر صيغة فقهية قانونية واضحة للتعامل بحزم مع من يستسهلون إطلاق الفتاوى سواء من دون علم أو لعدم علاقة، وتفعيل دور الجهات الشرعية والمجاميع المعنية لمحاسبة المتجاوزين لدرء فوضى الفتاوى وفتن الزمان، وهي فوضى حقيقية. فقد تصدى في هذه الأيام
كل من لديه شيء من العلم للفتوى في أمور أكثرها لا يضر المسلم ولا ينفعه، بل قد يثير نوعا من البلبلة والجدل، مثل فتاوى لبس الجنس وما قاله مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة في أحدث إصداراته الدين والحياة حول التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا يتبركون ببوله وفضلاته، يدفرون من خلاله عطشهم ويداوون أوجاعهم وإسقامهم. وفتوى إرضاع الكبير التي تقريبا الكل علم بها لأكاديمي مصر أزهري أجاز بموجبها للموظفة العاملة أن ترضع زملائها في العمل لمنع وجودهم في خلوة غير شرعية، وغيرها كثير من الفتاوى المضحكة والمبكية، ما يجعلنا نتساءل عن جدواها في هذا الوقت الذي تقف فيه الأمة في مفترق طرق بين الغلو والتفريط وتتعرض لهجمات من كل صوب وحد. ما يجب علينا هو توعية المجتمع به في هذا السياق، وأقصد الوسائل الإعلامية. لا يتصور أحد أنه من الممكن توحيد الفتاوى بشكل كامل، ذلك أن الفتوى تخضع في غالب أحكامها إلى أحكام اجتهادية وترجيحات للأدلة الظنية، ولذلك فعندما يصدر المفتي المعتبر فتوى فذلك غالبا راجع إلى حكم ظني ترجيحي، وإما الأحكام القطعية فهي قليلة ونادرة وغالبا ما تجمع الأمة الإسلامية عليها. غالبا ما تنقص المجتمع المعرفة بأن المفتين أقسام، منهم من ليست له علاقة بالعلم ومع ذلك يفتي، ومنهم متبعا لهواه قليل الورع ومع ذلك يفتي، ومنهم متدينا ضعيف العلم كثير الأخطاء ومع ذلك يفتي، ومنهم العالم المجتهد المعترف به في بلاده وفي غيرها وهو الأقرب للفتوى. ولعدم اهتمام الجهات الرسمية حتى اليوم وخصوصا في العالم الإسلامي لم تصدر قوانين بعقوبات بهذا الشأن، واكتفت المجاميع الفقهية بأن تصدر توصيات وتحتج وتنتقد وتناهض، وغزت الفوضى البريد الإلكتروني ورسائل المحمول من أرقام ومواقع مجهولة المصدر، والفضائيات الجديدة تستضيف أناسا رجالا ونساء عاديين يصدرون فتاوى فورية. ما أرى أليس الأولى أن يجتمع علماء المسلمين للبحث عن آليات لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها ولجم المتساهلين والمتملقين ومحاسبتهم، إذ أن القضية ليست وضع شروط وضوابط وميثاق للفتوى، وإنما الأهم كيفية إنقاذ أو إنفاذ تلك الشروط والضوابط وإلزام المفتين والقنوات الفضائية بها حتى لا تكون حبرا على ورق. وأذكر لكم مثالا، عندما يجتمع العلماء لكي فعلا يسنوا قانونا أو تشريع يصلون إلى نتيجة، مثال اجتماع 66 من أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي لإصدار إجازة زواج المسيار والفريند وما إلى ذلك، فلم يأخذ منهم أقل من 24 ساعة، فأعتقد أن الأمر كله بيد المجاميع الفقهية متى ما أراد ذلك. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ جميل ديابي. وهو المفتون الذين يظهرون في هذه البرامج، والمحور الثالث مقدم برنامج الفتوى، أما المحور الرابع فهو طبيعة برنامج الفتوى التي يجب أن يحافظ عليها، وأخيرا مؤشرات عملية لمسناها بأنفسنا حول أهمية برامج الفتوى وقوة تأثيرها. أما فيما يتعلق ببرامج الفتوى، نحن لدينا صحيح 12 قناة فضائية، لكن طبعا منها قنوات أطفال وقناة وثائقية وطبيعية. لدينا في هذا المجموع من القنوات 3 حلقات أسبوعية فقط لبرامج الإفتاء، 3 حلقات أسبوعية لبرامج الإفتاء، مدة الحلقة الواحدة 55 دقيقة، تقدمها واحدا من هذه البرامج هو برنامج مخصص لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، وبرنامج آخر يتناوب على الظهور عليه مجموعة من المفتين ومجموعة من العلماء. إذن 3 حلقات أسبوعية فقط تقدم بالتزامن بين قناة المجد العلمية وقناة المجد الفضائية. هذه الحلقة كما ذكرت لكم مدتها 55 دقيقة، نستقبل فيها 35 إلى 50 اتصال حسب طبيعة المفتين، لأن بعضهم يوجز في الإجابة
الإجابة والبعض الآخر يفصل فيها. الاتصالات التي ترد إلى هذه البرامج المقدمة على قنواتنا 65% منها من المملكة العربية السعودية، 15% من دول الخليج واليمن، و20% من بقية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية. برنامج مع سماحة المفتي ضيفه الدائم هو سماحة مفتي العام للمملكة.